متابعينا الكرام، متابعي شبكة قدس الإخبارية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم في هذا البث الحي والمباشر لاستكمال تغطية جنازة الزميلة الصحفية رصاص الاحتلال الإسرائيلي. جنازة عسكرية سيتم بها نقل الشهيدة شيرين أبو عاقلة من هنا من المستشفى الاستشاري لي. إذن يتم أيضا وصول عدد من النشطاء للمشاركة بنقل جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة لمقر المقاومة. وين هي موجودة؟ الثلاجة موجودة. ما تقدرش تشوفها صح؟ لا لا تقدر. ما تقدرش تشوفها. بنروح على المقاطعة الجهاد. ها؟ بنروح على المقاطعة. بدك تطلع معهم، أنت ما تطلع معهم برمش. تطلع معهم برمش. لا خلاص. عندك تطلع معهم. ها؟ شيرين أبو عاقلة لمقر المقاطعة الفلسطينية في مدينة إرمو. بس اتصلوا معي. صورة
ليش يقود يعني. I
انطلق معه بحسب المعنى من المفترض أن انطلق قبل ما شرب الطارق Thank you.